اشتهرت بلبس جريء وعملت حركات غريبة في الإعلان وغنت أغنية العندليب بالفرانكو، والمتابعين قالوا لها لو العندليب عاتر فيكي مش هيرحمك. فيا ترى مين هي ملك الحسيني صاحبة إعلان دقوا الشماسي؟ جدل كبير أثارته الفنانة الشابة ملك الحسيني على السوشيال ميديا بسبب إعلان دقوا الشماسي واللي شاركت فيه ملك وغنت في أغنية العندليب بالراحل عبد الحليم حافظ وكمان رقصها على الأغنية، فكل ده أثار جدل كبير عنها وتعرضت للانتقادات والهجوم من المتابعين. فيا ترى ايه حكاية إعلان دقوا الشماسي ومين هي ملك الحسيني اللي قدمت الإعلان؟ البداية كانت مع تقديم ملك الحسيني لإعلان لمنتج سياحي في الساحل الشمالي، واللي قرروا يعملوا الإعلان على أغنية دقوا الشماسي للعندليب الراحل عبد الحليم حافظ واللي غناها من سنين طويلة في فيلم أبي فوق الشجرة، لكن بتوزيع جديد وتمثيل الفنانة الشابة ملك الحسيني. وظهرت ملك وهي بتغني أغنية دقوا الشماسي بالتوزيع الجديد، لكن ملك كانت بتغنيها بطريقة غريبة وكأنها بتغنيها بالفرانكو. مش بس كده، كمان ظهرت بلبس جريء جدا وأغلبه كان جيبات وشرطات قصيرة، وده اللي عرض الإعلان لانتقادات وهجوم من الجمهور بسبب ملابسها الجريئة في الإعلان واللي هيتعرض في شهر رمضان. ده غير ان طريقة غنى ملك ضايقت المتابعين والجمهور وحسوا انها غيرت أغنية العندليب اللي تعتبر أيقونة، فقال الجمهور في تعليقاتهم على أغنية دقوا الشماسي اللي غنتها ملك الحسيني: إعلان دقوا الشماسي ياخد جايزة أسوأ إعلان في رمضان. صوت البنت اللي بتغني إعلان دقوا الشماسي صعب قوي، بوظوا أغنية العندليب. هي ليه بتغني الأغنية بالفرانكو؟ وإزاي إعلان زي ده يتعرض في شهر رمضان؟ أنت تتكلمي كده ليه؟ العندليب لو عاتر فيكي مش هيرحمك. وكمان عملوا كوميكس وفيديوهات ساخرة على طريقة غنى ملك، واستمرت الانتقادات والهجوم على ملك الحسيني وبقت ترند على السوشيال ميديا، وبدأوا يسألوا هي مين ملك الحسيني. واللي ما يعرفوش كتير من الجمهور ان ملك في الاساس مغنية ممثلة مصرية عندها 31 سنة ودرست في الجامعة الامريكية وتعليمها كله انجليزي، وده بسبب ان طريقة نطقها للكلام الانجليزي مش عربي، ودي مش أول تجربة غنائية ليها، فكان ليها تجارب فنية وإذاعية كتير قبل كده، فسبق وشاركت ملف الموسم الثاني من برنامج المسابقات The X Factor أرابيا، وبهرت إليسا ودنيا سمير غانم بصوتها، واشتغلت كمذيعة في برنامجين، كمان شاركت بأدوار صغيرة في بعض المسلسلات زي مسلسل بيمبو، وشاركت كمان في مسلسل ريفو، يعني الإعلان ده ما كانش أول تجربة غنائية ليها، ومعروفة بصوتها الحلو والمميز، لكن المرة دي شاف الجمهور والمتابعين ان تجربة ملك ما كانتش موفقة لا في الغنى ولا في الاعلان، وتعرضت للهجوم والانتقادات من الجمهور، لكن ملك ما ردتش على الهجوم والتزمت الصمت تماما. فيا ترى ملك هترد ولا هتتجاهل تعليقات الجمهور؟ وشايفين فعلا ان ملك الحسيني ما كانتش موفقة في الاعلان ده، ولا الجمهور بالغ في انتقاده ليها؟